السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هكذا إخوة الإيمان، فرغ الإمام هنا في المسجد الحرام بمكة المكرمة من أداء صلاة العشاء. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وفي انتظار صلاة التراويح، الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. سبحانك اللهم لا ينبغي إلا لك، لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم عدد ذرات الكون في السماوات والأرض وما بينهما وما وراء ذلك. سبحان من علا فقهر، وملك فقدر، وعفا فغفر، وعلم وستر، وهزم ونصر، وخلق ونشر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تضع وزري، وتصلح أمري، وتطهر قلبي. صلاة القيام.